بما ان كثير ناس معلقين امالهم على الشامبوهات لعلاج ساقط الشعر، الشامبو الوحيد في العالم اللي يفيد الشعر واللي عليه دراسات علميه وطبيه انه يفيد الشعر، وهذا الكلام باجماع الاطباء، هو شامبو اللي يحتوي على ماده الكيتوكينازول، اشهرهم الفافو والنزرال. معلومتين مهمات لازم تعرفونها عن هذا الشامبو. اول شيء، عشان لا تعرضون للغش، اسعارهم جدا رخيصه لانهم يعتبرون ميديسن دواء، لذلك يعتبرون من ارخص انواع الشامبوهات في الصيدليات. الشغله الثانيه، انه بروحهم ما يعتبرون علاج لتساقط الشعر، فهم يفيدون الشعر، لذلك نحطهم ضمن الخطه العلاجيه لعلاج تساقط الشعر.